من العاصمة المغربية الرباط، هنا القاهرة إلى العالم كله، هنا الأهلي زعيم إفريقيا، هنا الأهلي في أي وقت وكل زمان. الأهلي مفخرة مصر وإفريقيا وممثل العرب قدام العالم كله. مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحريفة. أهلا بكل جمهور النادي الأهلي وأهلا بأهم واحدة في جمهور النادي الأهلي. حبيبتي أهلا بك يا عنودة. بنور حضرتك. بنورك يا روح قلبي. أهلا بكل جمهور الأهلي اللي بيتفرج علينا من كل مكان. حقيقي الواحد حاسس بحالة من الفخر كبيرة جدا، حاسين قد إيه إحنا كبار وفي حتة تانية بعيدة جدا عن كل اللي بيحصل حوالينا. ودي كده شايفة يا هنودة، إحنا إن شاء الله النهاردة محضرين حاجات جامدة جدا طالعين، وهنتكلم ومجهزين مراجعة ليلة الامتحان، وهنحلل مباراة الأهلي زعيم أفريقيا وريال مدريد زعيم أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية. فما فيش حاجة تانية ممكن تتقال. بس قبل ما نبدأ في الحقيقة، كلنا عايزين نبدأ حلقتنا ونعزي إخواتنا في سوريا وتركيا ولبنان ضحايا الزلزال. المشاهد اللي شفناها بجد مشاهد مؤسفة ومحزنة جدا جدا وتوجع القلب. اللهم أمين، ربنا يعني يتولاهم برحمته والأزمة دي تعدي على خير يا رب. يعني طبعا بكل الأسف والحزن والألم تعزينا الحارة لإخواتنا في تركيا وسوريا ولبنان، وإن شاء الله يتخطوا الحدث ده بسرعة، وبنتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل المصابين والصبر لأهالي المتوفين. ربنا يرحمهم يا رب ويجعل مثواهم الجنة. تعالوا دلوقتي نروح نبدأ حلقتنا ونروح نشوف معانا أخبار إيه النهاردة في السريع. أول خبر معنا النهاردة عن كابتن محمود الخطيب، وحابين نطمن حضراتكم وكل جمهور الأهلي على صحته. هو دلوقتي الحمد لله بخير، كان اتعرض بس لنزلة برد شديدة شوية من يومين، طبعا ده بسبب الطقس البارد في المغرب، لكن هو دلوقتي الحمد لله حالته الصحية أحسن. لازم كمان نشكر رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقع، واللي شكره الكابتن محمود الخطيب في بيان رسمي، لأنه أول ما عرف بتعب الكابتن بعت وفد طبي لمقر إقامة البعثة وراح المستشفى، عمل بعض الفحوصات الطبية علشان يطمنوا على صحته. وكابتن الخطيب أكد على امتنانه الشديد لكل أشقاء المغاربة والسيد فوزي اللقشع لاهتمامهم الكبير ببعثة الأهلي ومساندتهم للأهلي من أول وصولنا هناك. تحية خاصة طبعا لكل الشعب المغربي، وحقيقي مساندة عربية خالصة سواء من الجماهير والشعب نفسه أو من المسؤولين في الاتحاد الرياضي المغربي. هي دي الروح اللي بنستناها دايما منا كعرب ومساندتنا لبعض. تاني خبر معانا عن الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد اللي هيكون الساعة 5 النهاردة في قاعة المؤتمرات باستاد مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط. ويحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجى أمين الصندوق والمنسق العام للبعثة، والكابتن سيد عبد الحفيظ وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق والطاقم الإداري. وهيكون موجود برضو الطاقم الإداري والفني لفريق ريال مدريد ومسؤولين اللجنة المنظمة للفيفا وطاقم تحكيم المباراة علشان يتفقوا على تفاصيل المباراة وألوان التيشيرتات وكل التفاصيل. هنستنى أكيد نعرف كل التفاصيل الساعة 5 إن شاء الله. نروح بقى لخبر تاني، وهو انضمام الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي الجديد لبعثة الفريق في المغرب النهاردة، وده بعد ما أنهى مع المنتخب الجزائري للمحليين مشواره بالخروج من بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة من منتخب السنغال بركلات الترجيح. وده بعد ما تواصل معاه السويسري كولر وقال انه يقدر يسافر لهم ويشارك كمان مع اللاعبين في التدريبات ويعيش معاهم في اجواء كاس العالم ومباراه القمه مع النادي الملكي ريال مدريد. يعني هي لقطه حلوه جدا بصراحه من المسؤولين في الاهلي وكولر علشان يخلوا اللاعب يدخل في الاجواء بسرعه مع اللعيبه. نروح بقى من كره القدم لطايره سيدات الاهلي اللي فازوا امبارح على اصحاب الجياد 3-0 في المباراه اللي اتلعبت امبارح على صاله ابو الهول في الاسكندريه ضمن منافسات الدور ال16 لبطوله كاس مصر، علشان يواصل الفريق سلسله انتصاراته تحت قياده المدير الفني حمدي الصافي وفوزهم مؤخرا ببطوله السوبر المصري علشان يتاهلوا بعد فوز امبارح للدور الثمانية في بطولة كاس مصر. خلينا بقى أميرة نروح من الأهلي لريال مدريد اللي وصلوا امبارح للعاصمة المغربية، وأعلن الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي واللي هتكون مكونة من حراسة المرمى لونين لويس لوبيز وكانزيرس، خط الدفاع كارفاخال ألابا فايخو وناتشو وأودريزولا وكمان رودريجر.
ومارفل. خط الوسط توني كروس، لوكا مودريتش، كامفينجا، فالفيردي، تشاوميني، داني سباسيوس وماريو مارتن وأريباس. الهجوم أسينسو، فينيسيوس جونيور ورودريجو ودياز. وشهدت القائمة استبعاد 6 لاعبين للإصابة وهم كريم بنزيمة، الحارس البلجيكي كورتوا، ميليتاو، ميندي ولوكاس فاسكيز وهازارد. دي كانت القائمة اللي أعلنها نادي ريال مدريد. لعله خير. يعني حتى بصراحة برضو بعض الإصابات اللي قدامنا دي التشكيلة برضو تعتبر صعبة جدا، كلهم لاعبين نجوم عالميين، بس احنا واثقين ومؤمنين بنفسنا وعندنا أمل كبير أننا نقدر نكسب إن شاء الله. نروح بقى لآخر خبر معانا، وهو عن الاتحاد القطري لكرة القدم. أعلن امبارح عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني للمنتخب بدل من المدرب الأسباني فليكس تشانيز اللي أقلوه بعد كأس العالم اللي فات بعد ما خسر الثلاث مباريات اللي لعبهم في الدور الأول. كارلوس كيروش المدرب الجديد للمنتخب هو كان مدرب المنتخب الإيراني في كأس العالم، فاز في مباراة واحدة وخسر في مباراتين، وكان سبق طبعا مدرب منتخبنا الوطني لكنه فشل في الصعود بالفراعنة لكأس العالم، فرحل برضو عن منصبه، ولكن بالتأكيد بنتمنى التوفيق للمنتخب القطري الفترة اللي جاية. بكده تبقى خلصت أخبارنا، تعالوا بقى نروح للجزء الثاني في فقرتنا وهو تعليق في صورة. النهاردة في الحقيقة معنا بدل الصورة صورتين لازم نقف قدامهم كتير جدا لأنهم هيخلدوا في التاريخ. الصورتين هما أهم لقطتين لحد النهاردة من مونديال الأندية لأنهم بيدلوا على عظمة النادي الأهلي، مكانته قدام العالم كله، وقد إيه مشرف شعبه ومشرف مصر في كل المحافل الدولية. يا جماعة نحب نقول لكم بعد ما تشوفوا الصورتين دول إن النادي الأهلي هو السفير الأول لمصر ولأفريقيا في الرياضة قدام العالم كله. الصورة الأولى هي صورة افتتاح كأس العالم للأندية وشعار الأهلي اللي بيزين المونديال اللي بيغطيه وبيتابعه كل صحف ومواقع العالم، فبجد ده فخر ما بعده فخر إنك تشوف النادي الأهلي دايما موجود في كل المحافل الدولية، وإن ربنا بيكافئنا على كل اللي متحملينه من حاجات كتير طول الفترة اللي فاتت بالمشاركة في مونديال الأندية الموسم ده في المغرب. حاجة بجد مشرفة، وزي ما انتوا شايفين الصورة معانا اهي. صح، يعني يمكن يا أميرة من كلامك خليني أقول إن دي مكافأة ربانية بتيجي لكل حد بيجتهد ويشتغل على نفسه ويتعب ومركز في ورقته وبس زي النادي الأهلي. المفروض نحتفل كمصريين بكل حاجة تخص الحدث ونوثق كل صورة بتؤكد على نجاحنا. الأهلي العريق وجها لوجه قدام ريال مدريد، عملاق اللعبة، مش في ماتش ودي، لا ده في ماتش حاسم في بطولة. فالصورة التانية اللي معانا كمان واللي كانت امبارح هي صورة الاستوديو التحليلي للنادي الملكي وهم بيغطوا مباراة الأهلي وتحليلهم للاعبتنا وشعارنا بزين الاستوديو بتاعهم. الحمد لله على نعمة الأهلي، وهو ده مكان الأهلي الحقيقي، مكان الأهلي جنب الكبار. وعايز أقول حاجة أخيرة، إن تغطية أحداث الماتش والكام يوم دول المفروض يكونوا من أسعد أيام حياتنا، وإحنا بنشوف اسم نادينا بيلف الدنيا كلها ونفتخر بأن الأحداث دي هي الصورة المضيئة للرياضة المصرية على مستوى العالم. خلصت أخبارنا وخلصت فقرتنا الأولى كمان، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع لمراجعة ليلة الامتحان ونشوف هنعمل إيه بكرة قدام ريال مدريد، استنونا. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وصلنا دلوقتي لفقره استوديو الحريف. بما ان كل حدث بنعيشه دلوقتي هو حدث استثنائي، فاحنا حلقتنا النهارده هتبقى حلقه مختلفه جدا، هنتكلم فيها عن لقاء اللي كلنا منتظرين وبكره ان شاء الله. حلقاتنا كلها حلقات استثنائيه، هنحلل كل حاجه ليها علاقه بمباراه القمه، المباراه التاريخيه بين نادي القرن الافريقي الاهلي ونادي القرن الاوروبي ريال مدريد. وعشان كده احنا دلوقتي معانا ومنورنا الاعلامي والمحلل الرياضي اللي نورنا قبل كده طبعا شريف يسري، واللي مجهز لنا مراجعه ليله الامتحان هيحلل لنا فيها المباراتين اللي فاتوا ان شاء الله، ونحاول نعرف منه هيحصل ايه في المباراه اللي جايه قدام ريال مدريد.
اهلا بيك يا شريف ومنورنا. اهلا بيك يا اميره واهلا بهند. اكيد شفتي انت قالت ليله الامتحان فبناء عليه قالت لك على طول اللي هو هيحل لنا. ما اكيد يا ليله الامتحان عايزه يعني حد يحل بسرعه. احنا مش عايزين نحلل، عايزين نحل. اولا انا مبسوط ان انا موجود معاكم. احنا كمان طبعا. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان انا المره اللي فاتت لما كنت موجود عندكم البيج بتاعتي كانت داخله على 1,000,000 ما شاء الله. بعد على طول مباشره بعد البرنامج البيج اتقفلت، يعني فانا استاذن انا النهارده يعني اطمنوا عليا بعد المباشره. لا لا افهم ليه اللي حصل. لا لا مجرد مخالفه بس خاصه بحاجه معينه، فدي جزئيه اولى. الجزئيه الثانيه اكيد انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم، مش مجرد كلام، الروح الحلوه يعني حبيب. كمان ما شاء الله عليكم حقيقي يعني، دي نقطه. النقطه الثانيه عايز اشكر احمد فرحات اكيد ان انا موجود، وكمان الناس اللي دورت عليا في موضوع البيج لما اتقفلت، يعني الناس اللي هي دورت عشان هم عايزين بالظبط ليله الامتحان او بشكل عام شخص يعني، فاكيد يعني دي حاجه عظيمه جدا. اخش في حاجه سريعه جدا مهمه جدا. امبارح كان في حدث عظيم جدا، وهو انه موندو ديبورتيفو كانت اتكلمت على النادي الاهلي بشكل عظيم قوي، بشكل يعني يدعو للفخر. بدات تتامل في شعار النادي الاهلي، وبدأت تقول إن النجوم اللي موجود على النادي الأهلي دي اللي فوقيها ده من 40 دوري. بدأت تتكلم على النجوم اللي موجودة تحت من 10 دوري أبطال إفريقيا، وبدأت تتكلم إنه الفريق ده بقاله يعني هو أكتر فهو أنجح فريق في العالم. حضرتك متخيلة الجملة نفسها، أنجح فريق في العالم. تخيل معايا كده لما يكون يعني فريق مهما ايا كان انت بتنتمي لايه، يعني مثلا مش ريال مدريد، انت بتتكلم في ناس يعني اباطره في كره القدم، فانت لما يتقال على الفريق بتاعك هو انجح فريق موجود في العالم، فاعتقد ان ده فخر ما بعده فخر لاي حد في الدنيا، اي حد مصري لاي حد افريقي اي حد طبعا اي طبعا يعني. ومعلش بس عايز اقول حاجه، انا النهارده جاي احلل وهنتكلم على ريال مدريد بشكل عام، انا بشجع برشلونه لكن انا لا انكر لكن انا بدانا نتفق، خلي بالك اخيرا بدانا نتفق في صدام اول حلقه انا فخلينا نقول انه ده ما يمنعش ان انا اقول انه افضل نادي في العالم واكبر نادي في العالم هو ريال مدريد قطعا، مش عشان انا بنتمي لو انا بحب نادي برشلونه ودي معلش يعني دي لاصحاب العقول يعني موضوع المقارنه من غير ما الدخول في تفاصيل يعني، بس المقارنات يعني مش محتاجه ان احنا نتكلم في انه النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا بغض النظر عن انتمائك ايه. مظبوط. نبتدي بقى باللي فات. ايه اللي فات؟ اللي فات اوكي وسياتل ساوندرز، الماتشين الماتشين يمكن خلصوا بمكسب لكن مختلفين. يمكن اوكلاند الاداء كان مختلف، كان افضل شويه من سياتل ساوندرز. قول لي شايف الماتشين ازاي؟ خليني اقول لك انه يعني من فضل الله كنا اتكلمنا في ليله الامتحان، ودي احد الاسباب اللي انا موجود النهارده عشانها، ان احنا كنا اتكلمنا. يمكن انا في المباراه الاولى انا توقعت كل اللي حصل بالظبط، حضراتكم يعني تقدروا تشوفوا الحلقات يعني. فكل اللي حصل بالظبط، مفاتيح اللعب بطريقه المباراه، بان المباراه تخلص فرق سكور في المباراه الاولى بتاعت اوكلاند سيتي، واتكلمنا عنه انه كان في فارق في المستوى، ولكن كولر هو برضو نفس الطريقه اللي لعب بيلعب بيها خلاص، هو سبق عشان تبقى عارف حضرتك انه كل مره هو خلاص بالنسبه لي الدفاع، خط الدفاع بشكل عام وايضا الخط الوسط دول خلاص الثابتين، خلاص هم دول الثابتين، اي تغيير هيبقى في الاسلحه الهجوميه او الثلاثي اللي موجود في المقدمه، وبالتالي الافكار لازم تبقى عارف ان انت برضو كل ما بتلعب انت مستوى الفريق اللي قدامك ايه. مش معناها ان هو زي ما بعض الناس قالت انه الفرق مش عارف ايه الدوري المصري، ده كلام يعني انا اسف يعني كلام فاضي، لكن الفريق فريق تقيل جدا وفريق قوي، لكن اللي اتقل منه كان سياتل. سياتل احنا بنتكلم في فريق بقاله يعني هو اخذ طبعا هو مش متواجد في ترتيب الدوري او نهى الدوري يعني في مركز تقريبا كان ال 12، لكن عادي جدا النادي الاهلي الموسم الماضي كان في المركز الثالث، ده ملوش علاقه، ده ليها علاقه بس بتغيرات كتيره جدا بتحصل للفريق، فده اللي كان التغير انه كولر اتبع يعني اسلوب مختلف شويه، انه الفريق اللي قدامك اللي هو سياتل ساوندرز هو فريق هجومي بشكل كبير، فريق عنده الاطراف صعبه جدا، فبالتالي هو بدا يقسم المباراه لمراحل، وبرضو اكيد مش بقسم المباراه اللي هو سايب لهم الكوره، لا هو عنده بعض الافكار دي هو بيلعب قصاد مدير فني تاني ذاكره بشكل كويس، لحد ما بدا يغير الموضوع في الشوط الثاني وبدا ينزل قفشه وينزل بقيه يعني اقصد اقول بدا يبقى الاختراق من العمق او البنتريشن يعني، ومن هنا بدا النادي الاهلي يسجل الهدف. الفكره بتاعته اتغيرت. طيب احنا هنا دلوقتي اتكلمنا عن اوكلاند سيتي وعن سياتل، شايف كولر ممكن يعتمد طريقه ثالثه في مواجهه الاهلي مع ريال مدريد؟ قطعا. هو انت كل مره لما بتكون متواجد في, 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 في يعني كارلو انشيلوتي مسك النادي الاهلي وقعد ان هو يذاكره
ويشوف ده بيعمل ايه وده اسمه ايه وده تحركاته ايه، وبدا يجيب اكبر اللعيبه اللي موجوده فينيسيوس، وبدا يجيب توني كروس ولوكا مودريتش، وبدا يقعدهم. شفتي انت ابتسمت ازاي؟ طبعا بدا يقول له ده تحركاته كذا. والجمله بتاعت حمدي فتحي ان هو يطلع، حمدي فتحي احنا عارفين الجمله الشهيره اللي بتتعمل ان هو بيطلع يستنى يشوف المساحه فين عشان يبتدي يجري فيها في خط الدفاع بتاع الفريق المنافس يعني. فاكيد طبعا هو ذاكر الكلام ده وعارف يا جماعه خلي بالكم الراجل رقم 8. فبدا كولر يعمل حاجه جديده وان هو يحرك حسين الشحات من مكانه، هيبتدي برده كارلو انشيلوتي يتفرج على ده ويتفرج على ده ويقول لهم الناس دي بتتحرك. ولكن عمره ما يعني مش مثلا يقول لهم يلا احنا هنلعب بالطريقه الفلانيه، لا الفريق اللي قدامك بيلعب بانهي طريقه. انا عايزاك بقى تبتدي النهارده تروح كده ايوه بالظبط بما انك سخن يعني فيلا بقى يلا. يلا بقى تروح هناك كده وقول لنا حاضر مراجعه ليله الامتحان لماتش الاهلي وريال مدريد برشام بقى بالمره معاك. انت عايز حد يحل حل لا مش عايز الحريفه بقى خلاص انا ما احنا عايزين بقى عايزين نبدا احنا مباشره يلا احنا عايزين نبدا بقى معاك. خلينا نقول في البدايه هي صوره يعني بتدعو للكثير والكثير من الفخر. احنا بنشكر النادي الاهلي اللي جابنا ووقفنا الوقفه دي ان احنا بنلاعب نادي ريال مدريد. انت في مستوى وفي ليفل تاني خالص في مباراه رسميه، ودي يعني دي الفكره مش مساله مباراه وديه او الكلام ده كله، لا انت بتتكلم في مباراه رسميه العالم كله قاعد بيتفرج عليك ده بشكل كبير. خلينا نقول في البدايه ان الراجل ده مضغوط عليه ضغط كبير جدا. وخليني انا اسالك سؤال في البدايه، هو انت بالنسبه لمباراه ما بين الاهلي وريال مدريد مين اللي عليه الضغوطات الاكبر لازم يفوز، اللي لو خسر هتبقى ازمه كبيره؟ مين؟ ريال مدريد طبعا. طبعا لو احنا قلنا الكلام ده نبقى احنا بنقول اي كلام وخلاص. فهو ريال مدريد مطلوب منه، وريال مدريد بيعيش فتره من اصعب الفترات، والراجل ده متحمل الكثير اوكي، لانه هو دلوقتي في فرق كبير ما بينه وما بين برشلونه، وصل لثمان نقاط. الراجل ده خسر الكلاسيكو في السعوديه لحساب برشلونه، والراجل ده حتى الان المباراه اللي فاتت عمل حساب كبير جدا للنادي الاهلي، بس احنا بنستحي او بنخاف يعني ان احنا نقول الكلام ده. لا احنا فعلا اتعمل لنا حساب كبير جدا جدا، وبالتالي الراجل ده ريح توني كروس، ريح لوكا مودريتش، ودي الاسلحه الاساسيه اللي موجوده عنده في نص الملعب، وايضا كان عنده ديفيد ألابا كان متواجد على الدكه لسه راجع من الاصابه، وهو اصلا عنده مشكله في الباك ليفت، وده اللي احنا هنتكلم عنه في التكتيكس. ربنا يكتر مشاكلهم يا رب. يعني بالظبط لا يقدر على القدره اللي ربنا عارف. يا شريف كمان الراجل ده لو خسر ماتش الاهلي مش موجود. ممتاز بس حقيقي. خلينا نقول من هنا اللي هاخد من كلامك ده ممتاز جدا جدا، هو عارف اللي جاي يا جماعه. ما ينفعش ريال مدريد تحت اي ظرف يخسر من النادي الاهلي ويخرج من البطوله ده. ليه؟ لانه في عام 2012 تحديدا كانت في مباراه في نهائي كاس العالم للانديه ما بين كورينثيانز البرازيلي وما بين فريق تشيلسي. تشيلسي خسر المباراه دي 1-0. الصحافه الاوروبيه اكلت وش تشيلسي ساعتها وقالت وصفته بالعار على الانديه الاوروبيه، لان هم شايفين انه في جاب كبير جدا خصوصا على مستوى الانديه، يعني ربما على مستوى المنتخبات انت بتتكلم في منتخبات لاتينيه مرعبه، لكن على مستوى الانديه فدي يعني حاجه كبيره، فدي هتبقى وصمه عار كبيره جدا في جابين ريال مدريد بشكل عام والصحافه يعني، ومش هيكمل. تخيل معايا كده، انا مجرد تخيل يعني، انا بتخيل لو الرجل الطيب ده كان سبب اوكي في انه يقال واحد زي تاكيس جونياس، زي جوزفالدو فيريرا، زي كارلو انشيلوتي، يعني خلاص احنا مش عايزين حاجه، احنا قفلنا الكوره خلاص، احنا مش عايزين اي حاجه. وبالتالي الراجل ده عليه ضغوطات كبيره جدا جدا جدا. والناحيه الثانيه عايز افكرك بس انه نفس السكواد اللي بيلعب بيه حاليا مارسيل كولر هو نفس السكواد اللي كان متواجد في نهائي افريقيا وخسر المباراه بظروفها امام الوداد، خسر ايضا الدوري لحساب نادي الزمالك، وخسر الكاس لحساب نادي الزمالك. هو نفس السكواد، مفيش ولا لاعب زياده، مفيش ولا لاعب محترف دلوقتي في السكواد ده حاليا دلوقتي يعني زياده اتضاف على الفريق. فده بيبين لك ان هي نفس العجينه اللي هو شغال بيها، هو عمل بيها نفس الادوات، عمل بيها طبخه ثانيه مختلفه، عقليه مختلفه. خلينا نقول بنتكلم على مين افضل مدير فني في العالم، مين افضل مدير؟ هنقول مثلا بيب جوارديولا، مهما كان بيروح في أي مكان في الدنيا بيجيب صفقات نارية وأرقام كبيرة جدا وحاجات كتير، وضع طبيعي. الراجل ده لحد النهاردة ما جابش صفقات من وجهة نظره، فدي أول حاجة
بشكل كبير جدا في المباراة، ودي أوراق المباراة أو معطيات المباراة. خلينا نروح للصورة اللي بعد كده. دي غيابات ريال مدريد. ريال مدريد غايب عنه كريم بنزيما، وكريم بنزيما هو يعني احنا بنتكلم على روح وشخصية ريال مدريد، اللاعب اللي جاب يعني طيب. احنا بنتكلم في شريف هنوقف بس شوية، هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاك بقى الغيابات ونقاط ونقاط القوة بينك وبين كريم بنزيما. مع السلامة كريم. هنخرج فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل معاكم ليلة الامتحان، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا ومراجعة ليلة الامتحان مع شريف اللي منورنا كالعادة. شريف يلا كنا واقفين عند كريم بنزيما. انطلق يلا انطلق يلا انا عايز اعرف انت وقفت لحد فين وانطلق. اوكي الغيابات طيب. يلا خلينا نتكلم على كريم بنزيما اللي ما بتحبوش اميره. فيعني كريم بنزيما هو شخصيه ريال مدريد زي ما احنا قلنا، هو اللاعب اللي صنع الفرق بشكل كبير جدا في دوري ابطال اوروبا خلال العام الماضي، هو اللي من الاخر كده هو اللي جاب الـ 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 الكاس نفسه. كريم بنزيما هو الوحيد اللي كان بيبقى فيه فرق سكور عظيم جدا للفريق اللي قدامه، وهو اللي عنده ايمان ويعني كده ان هو هنرجع يعني في زي ما احنا بنقول عندنا يعني شخصيه النادي الاهلي. فده الشخصيه بتاعه الفريق. ففي كريم بنزيما مش موجود، لكن احنا عندنا واحد يعني مصيبه سودة يعني. عندنا طبعا يعني احنا بنتكلم في رودريجو حاجه عظيمه جدا جدا وهنتكلم عنه كمان شويه، لكن كمان عندنا ميندي وايضا ايدن هازارد اللي اصلا مش موجود بشكل عام يعني. وهو سبحان الله بعد ما كان ماشي بشكل كويس جدا من ساعة كاس العالم ومن ساعة الانتقال للريال مدريد، وسبحان الله هي يعني عشان كده بنقول ان هو في الاول وفي الاخر الاصابات هي اقدار في الاول وفي الاخر. وطبعا ميليتاو وايضا امبارح تيبو كورتوا اللي احنا انبسطنا، ولو امبارح انبسطنا بشكل كبير جدا يعني. اميره قاعده بتتبسط بس يعني ما اوكي. وطبعا مبسوطه جدا صراحه. فدي الغيابات بتاعت ريال مدريد. طيب سؤال بقى عشان كل الناس، هل الغيابات دي هتؤثر على ريال مدريد؟ طبعا هتؤثر طبعا، والا ما يبقى لهمش قيمه يعني. في ناس تقول لا هو مش لا طبعا هتأثر. انت عندك غياب كورتوا تحديدا، انت لو الماتش وصل لضربات جزاء لو كورتوا موجود موقفك هيبقى صعب قوي. ايوه طب وضع طبيعي يعني لان هو في ضربات الجزاء طبعا يعني طبعا يعني اخطبوط ما شاء الله، بس احنا علمنا عليه لما كانوا بيلعب مع بلجيكا فاحنا علمنا عليه. اوكي ناخد بقى اللي بعده مباشره وهي طريقه اللعب. ننتقل للصوره اللي بعدها اللي خاصه بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي بيلعب بال 4 3 3، دي الطريقه الاساسيه، لكنها بتتغير في الصوره اللي بعدها مباشره. هتلاقيها ان هي بتتغير لما بيخش لاعب من الاثنين اللي موجودين على الدايره اللي هو رقم 8 بيخش في رقم 10 علشان حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها كمان شويه. ودي الطريقه بتاعت ريال مدريد بشكل عام، واحنا على قد ما بنقدر طبعا احنا بنختزل الموضوع بشكل صغير يعني. عايزين نكمل في الصوره اللي بعدها. ده اخطر لاعب ودائس اكبر سلاح عند ريال مدريد بشكل غير طبيعي. حاجه يعني حاجة مرعبة طبعا. أكيد كلنا عارفين فينيسيوس وعارفين قدراته وعارفين سرعته وعارفين إزاي تحول من لاعب يعني ضعيف جدا والناس كلها كانت بتتريق عليه، وأنا واحد من الناس كنت بشجع يعني برشلونة قاعد بضحك عليه يعني، لكن طبعا وصل لمستوى غير طبيعي. بنتكلم عن لاعب هيحجز الكرة الذهبية ما بينه وبين كيليان مبابي أو حتى واحد زي إيرلينج هالاند. فالناس دي ركز على الناس دي هي الفترة اللي جاية هي اللي هتبقى في الكرة الذهبية، وده من ضمن الحلول اللي بيعتمد عليها كارلو أنشيلوتي بشكل كبير جدا، سواء كان من سرعته على الأطراف، وريال مدريد مميز جدا في السرعة اللي على الأطراف، وأيضا مش بس سرعته لا هو كمان يعني واحد على واحد مرعب، واحد على اثنين مرعب، واحد على ثلاثة مرعب، يعني خلينا منطقيين يعني. والله ده واحد على 11 على 11 مرعب بالظبط. فدي جزئية. خلينا نروح للصورة اللي بعدها، وده اللي أنا بأشفق على الراجل الطيب ده أكيد محمد هاني، لكنه كان راجل جدا جدا صح. في مباراة البايرن على ألفونسو ديفيز وعلى سيرجي جنابري، وكان أصلا بقاله فترة يعني أنا واحد من الناس اللي طلعت انتقدت محمد هاني خلال الفترة اللي كان فيها أكرم توفيق، واتكلمت إنه لازم يكون الشخص ده يكون عنده دوافع يعني، مش مسألة إن واحد جه قعدني وخلاص. لكن بسم الله ما شاء الله يعني إحنا بنتكلم حاليا لاعب مميز جدا جدا وشايف نفسه بشكل كبير، لكن المهمة تقيلة قوي قوي. لما كان بيلعب في البايرن كانت أرقامه مميزة، قطع الكرات 5 مرات، اعترض الكرة قبل وصولها لأحد اللاعبين سواء كان جنابري أو حتى ألفونسو ديفيز 4 مرات، وايضا قطع الكرات دون الاستحواذ عليها من 6 مرات، ودقه التمرير وصلت ل 91%. النادي الاهلي لعب كره عرضيه يتيمه في المباراه دي، اللي احنا انا شخصيا يعني هو ليس بالامكان اكثر مما كان، بس يعني احنا برضو كنا خارجين زعلانين، ما عملناش لا مننا لعبنا ولا مننا في نفس الوقت، عشان كده عايزين بكره ان شاء الله الامور تختلف بعض شيء ان شاء الله يا رب يا رب تختلف ان شاء الله تعالى. العرضيه الوحيده جت عن طريق محمد هاني،
فيعني انا بوريك صعوبه الموضوع، ومن هنا لابد ان يكون في حد متواجد، مش محمد هاني اللي هيبقى متواجد، لابد من ايقاف السلاح الخطير اللي هو فيني. والسلاح الخطير ده لازم يكون فيه معاونه من اكتر من حد، لكن ابرز الحلول هو الوينجر. الوينجر اللي متواجد ده هو يعني احنا بنتكلم واحد زي مثلا وجهه نظري انا، يعني لو انا هقول وجهه نظري، هو حسين الشحات. حسين الشحات تمت اراحته المباراه الماضيه، ويعني ما كانش موجود، واعتقد ان كولر بيجي في دماغه يعني بعض الحاجات، زي ان هو مثلا عارف ان هو ربما يقابل ريال مدريد وعنده سلاح تاني، فهو اكيد عايز برضو يريح اللعيبه شويه. فاعتقد ان حسين الشحات دوافعه كبيره، هو كان متواجد لما كان موجود مع العين، وعمل يعني مباراه عظيمه جدا جدا، ورقص الدفاع كله، كلنا عارفين يعني اللقطه الشهيره، وبرده حط الكره في العارضه، بس يعني ايا كان اقصد اقول ان هو عنده مهام دفاعيه بشكل كبير، ودوافعه يقدر ان هو يرجع مع محمد هاني ويعني يقفل على قد ما يقدر. ده بالاضافه برده لأليو ديانج. أليو ديانج اكيد انا من وجهه نظري انه لازم يكون هو المثلث اللي موجود في نص الملعب الثلاثي، اللي هو بنتكلم على محمد هاني وايضا حسين الشحات وأليو ديانج. الثلاثه دول لازم يكون في قريبين من بعض بشكل كبير جدا. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده هي خاصه بمحمد عبد المنعم، اتمنى كمان ان هو اللي يرحل يبقى موجود في الجبهه اللي ناحيه فينيسيوس، اللي هي الجبهه اللي فوق شويه، يعني علشان يبقى نامن نفسنا بشكل كبير. خلينا نروح لجزئيه اللي بعدها مباشره، وهو السلاح الاخر، وهو الرقم 10. الرقم 10 احنا بنتكلم في الاثنين الاباطره اللي هو ريحهم، مش بالضروره الاثنين يلعبوا. اعتقد ان ممكن يكون في اشراك لواحد منهم، ولا لو هو بيشارك الاثنين يبقى هو بيهزر بصراحه يعني، ونسيب المباراه ونمشي يلا يا جماعه كده يعني. فالاثنين دول طبعا احنا بنتكلم في اللي بيزيدوا بيبقوا متواجدين على الدايره لاسباب كتيره جدا، سواء كان ان هو يعمل الكرات البينيه، او حتى انه فيني بيبقى متواجد بيخش لحد هنا، وبعدين بنلاقي انه رودريجو اللاعب المتحرك بشكل غير طبيعي، يعني احنا بنقول بنزيما وشخصيه البطل والكلام ده كله، ستايل مختلف تماما بالنسبه ليه رودريجو، اللي هو اللاعب الفولس ناين، او اللاعب اللي هو المهاجم الوهمي اللي هو بيتحرك في كل حته، فبياخد الدفاع معاه علشان يبقى في واحد موجود هنا، اللي هو اي واحد من الاثنين سواء لوكا مودريتش او توني كروس، يبقى موجود هنا علشان يصوب مباشره في المرمى، او حتى يعمل بينيات او الكلام ده كله، او على الاقل ياخد عين من عيون الدفاع. دي من ضمن الحاجات الاسلحه القويه جدا، احنا مش هنختزل دول بس يعني، بس هو في اسلحه اكيد ثانيه. شوف اللي بعدها، ودي من ضمن الحاجات، هيكتور كوبر اكيد مارسيل كولر، انا والنبي مش عايزين هيكتور كوبر، مارسيل كولر يعني خلينا نتفق ان هو دي الطريقه بتاعته اللي بيلعب بيها كل مره. قبل ما نتكلم عن حبيب قلبنا، عشان ده نديله بقى وقته، نديله وقته خالص، هنطلع فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مارسيل كولر البارون، فعلا فيديو مشرف جدا. طبعا عايزه اشكر رشاد من الاعداد معانا على الفيديو الخطير اللي عامله، حاجه فخامه وعظمه كده فعلا. رجعنا معاك يا شريف تاني، وهنتكلم بقى ايه، دخلنا على حبيب قلبنا كلنا كولر، اتفضل. يعني اعتقد حتى الانفوجراف اللي انتوا او الفيديو جراف اللي عرضتوه يعني بيتكلم على ارقام، ما شاء الله ارقام عظيمه جدا حقيقي. جدا جدا، بنتكلم في واحد ما تهزمش لحد دلوقتي بمختلف البطولات والمنافسات اللي لعبها والمباريات الكبيره تحديدا، ويعني حط على المباريات الكبيره من غير بس ما انا اذكر اسماء، لكن هو في مدير فني الناس بتحبه قوي موجود في الاهلي طبعا، مش مانويل جوزيه يعني، وهو جامد جدا وكل حاجه، لكن عايزك تشوف ارقامه في المباريات الكبيره، لانه ده فيصل بشكل كبير جدا. المباريات الكبيره هي اللي بتحسم البطولات واللي بتعمل كل حاجه في الدنيا. فخلينا نقول انه بعد هزيمه ريال مدريد في المباراه الماضيه امام ريال مايوركا، سالوا خافير أجيري المدير الفني اللي هو كان بيدرب المنتخب المصري وهو المدير الفني لمايوركا، قالوا له ايه سبب ان انت، ايه اللي خلاك تفوز يعني؟ فقال لهم السر هو في تضييق المساحات. واعتقد انه الجمله دي لابد ان هي تكون في اذهان جميع لاعبي النادي الاهلي وطبعا الجهاز الفني، انه ما فيش ريال مدريد يعني وضع طبيعي ما تدروش مساحه خالص، وده بيتطلب ان يكون احنا بنتحرك ككتله واحده. في حاله الهجوم احنا بنلعب بالاربعة تلاتة تلاتة بتاعتنا، وطبعا بعيدا عن الافكار الفنية اللي موجودة فيها، واكيد ما فيش يعني وقت ان احنا نتكلم فيها، شايف انها ما تتغيرش، لكن لا هتتغير مع المنظور مع يعني في الشكل الدفاعي. خلينا نشوف في الصورة اللي بعدها مباشرة، هنلاقي انه النادي الاهلي في تراجع، ده لما تلاقي ريال مدريد طالع لحد هنا، فده وضع طبيعي، تبقى عارف ان انت لازم تكون متراجع بالشكل ده، بس الاطراف
متواجدين. يعني لو الكرة من الناحية دي على سبيل المثال يعني، فهو الأطراف زي ما حضرتك شايفة إنه بيخش بيبتدي يرجع لورا، مثلا محمد هاني بيقابل حسين الشحات من هنا، فبيبتدي أليو ديانج بيرحل الناحية دي لو ده أليو ديانج أو حتى حمدي فتحي وهنا أليو ديانج. يعني أقصد أقول إنه لازم يكون في تضييق المساحات، هتفتح المساحات والناس اللي معتقدة إن إحنا نازلين قصاد ريال مدريد وسع يا جدع ومفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، وبتعقل، ودي مباراه مهمه جدا امام فريق كبير مهما كانت الغيابات، وانت يعني طموح ان انت تفوز وهو طموح برضو ان هو يفوز، فلازم الموضوع يبقى بتعقل. خلينا نروح للي بعد كده مباشره، انه ده يعني بعض الاسلحه اللي ممكن تلعب بيها ريال مدريد، او خلينا نقول ان هو ده نقاط الضعف بتاعه ريال مدريد. طبعا كاي فريق كبير في الدنيا ريال مدريد خلاص الناس الاثنين القلوب الدفاع بيبقوا موجودين على خط على في في في, في الوسط بيطلعوا بشكل كبير جدا، وبالتالي بيكون في مساحات، ومن هنا يبقى انت لازم تجيب لعيبه بتستغل المساحات. وده اللي انا اساله للناس يعني، انه وجهه نظرك اكيد الناس اللي في النص الملعب والناس اللي موجودين في خط الدفاع معروفين خلاص هم ثابتين، لكن الثلاثي الامامي تفتكر مين ممكن يكون متواجد؟ يمكن انا قلت بس يعني اقتراح في موضوع حسين الشحات، لكن مين تاني يبقى موجود في في المقدمه، ومين كمان يبقى موجود الناحيه الثانيه في الوينجر ليفت وينجر؟ هل ممكن يكون واحد زي مثلا على سبيل المثال بنقول اي كلام يعني، هل ممكن يكون مثلا انت تدفع ب تاو مثلا يعني، هل انت ولا انت لا انا مش ده الستايل؟ هل ممكن تدفع طاهر عشان انت عارف ان هو بيدافع كويس؟ وخلي بالك هي الحيره دي هو نفس الحيره اللي بيقع فيها مارسيل كولر. هو انا تخيلي للمباراه ايه، ومن هنا احنا بنقول ان اي مدير فني، وانا شخصيا يعني بكون يعني قبل المباراه بكون حاطط سيناريو، هو وارد جدا السيناريو ده يبقى عظيم جدا ويطلع زي ما انا عايز، وارد جدا يطلع حاجه مختلفه تماما، فبالتالي ببتدي ان انا اعمل تغييرات لو انا يعني مدير فني، فبتدي ان انا اعمل تغييرات وفقا للصوره اللي وضحت لي. الحاجه اللي بعد كده انا عايز اقول لك ان احنا عندنا 10 دقائق تقول كل حاجه فيهم يا شريف، كل حاجه كل حاجه عندك تطلعها. اوعدك بس انا اديتك اهو التايم علشان ايه ما يبقاش في حاجه وقعت. انا اوعدك. ثاني حاجه خلينا نقول انه في مشكله عند ريال مدريد خاصه بالظهير الايسر. في مشكله يعني هو ما عندوش الظهير مندي مش موجود، فبالتالي هو بيعمل حاجه كده ان هو بيجيب كامافينجا ويحطه هنا في المكان ده عشان يعوض بيه الغياب ده. كامافينجا هو مكانه في وسط الملعب، فهو بيلعبه الناحيه دي، وبالتالي ده مش مكانه، فهي ثغرة. هو مستوى عالي في النهاية مش مكانه، فهي ثغرة. هو عنده ديفيد ألابا، وده اللي عائد من الإصابة واللي مرضاش يلعبه علشان يغتزلوا لكأس العالم للأندية. فديفيد ألابا كان ممكن إن هو بيلعب مع ريال مدريد قلب دفاع، عكس مثلا ما كان بيلعب مع البايرن معظم أوقاته كان بيلعب باك ليفت. فهنا ممكن هو ينزله هنا يبقى كامافينجا يبان، أو إن هو ينزل ناتشو هنا ويبقى هنا ديفيد ألابا. هنا ناتشو هو اقل لاعب في مستوى في خط الدفاع بالنسبه لريال مدريد، اقل لاعب. يا رب اقل الحقيقي يعني، هو ما بقولش ان هو لاعب لكن هو اقل واحد. فاعتقد انه اللاعب ده بغض النظر ان هو اللي دخل الهدف يعني في نفسه في المباراه الماضيه بتاعه ريال مايوركا، لكن هو فعلا اقل من اللعيبه اللي موجودين، واعتقد انه ده ثغره بالنسبة لريال مدريد، وهو الموجود يعني تقريبا هو المتاح يعني ده لو هو لعب بيه. يبقى لو لعب بيه هنا يبقى كما لو هو لعب بناتشو هنا يبقى هو ده المشكلة عندنا هنا، لو لعب بألابا هنا يبقى الناحية دي هيبقى كامافينجا، وأرجح إنه هيلعب بكامافينجا باك شمال، فأعتقد إنه ده مش مكانه ممكن إن إحنا نستغله. ده خلينا نروح للي بعده مباشرة. أنا هو أنا بجري أهو. هو الأطراف بشكل عام لازم تبقى عارف إن الاتنين دول تقال قوي قوي قوي، وهم اي لعيب كوره مستحيل هتلاقي ميسي نفسه ما بيدافعش. طبعا مش مطلوب منه يدافع، لكن انا بقول ميسي باشا مش مطلوب منه يدافع يعني، لكن اقصد اقول انه وضع طبيعي فيني ده يعني هو مش جامد دفاعيا، فبالتالي بيبقى فيه هنا كامافينجا هو اللي بيشيل الليله لوحده. وفي نفس الناحيه الثانيه برضو ماركو اسينسيو لو هو اللي بدا المباراه برضو نفس المواصفات، ومن هنا لابد ان انت تستغل الاطراف في لما تيجي تعمل هجمه لازم تستغل الاطراف. لازم تبقى عارف ان هنا تحديدا ده مش مطلوب منه انه يدافع اصلا، ما بيطلبوش بالدفاع، ورجوعه بيكون يعني على استحياء كده انا جاي اهو كده يعني. لكن انت ممكن تستغل الاطراف تحديدا ان انت تعمل عرضيه منها، والعرضيه يعني ما فيش ممكن عرضيه وحد يحط هدف، او ان انت تخترق، او ان انت تودي حمدي فتحي في الاتجاه ده. نشوف اللي بعده. أندريا لونين
وده طبعا اللي هيشارك مكان تيبو كورتوا اكيد في فارق كبير جدا. ويمكن هند قالت الموضوع ده انه في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. فاعتقد ان انت عن طريق تصويبات برضو ما بقولش ان هو وحش، هو مش وحش بس اقل من تيبو كورتوا الاخطبوط. فانت عندك فرصه كمان ان الحارس مش هو الحارس الاساسي، وفي ناس بتقول انه ارقامه افضل من ارقام كورتوا. هو لعب كم مباراه؟ ما هو انا ممكن يعني انا هلعب خمس مباريات، ارقامي في الخمس مباريات مش زي ما يعني الناس اللي بتلعب. واحنا عارفين ان الماتشات دي مش ماتشات ارقام، هي ماتشات شخصيه اكتر. بالظبط. لانه دي بطوله. برافو عليك. بالظبط. فمحتاجه لعيب. بس هو برضو بيلعب في ريال مدريد فاكيد الشخصيه موجوده كده كده يعني. الناس اللي بتلعب يعني لعبه ما يعني من لعب الكيدي بتاعك بيقل كل ما بتلعب عدد مباريات، ده وضع طبيعي. صح. فعدد ماتشات يعني، فهو ده نفس القصه بالظبط على الحارس ده. اتمنى ان احنا نستغله بشكل كبير. نروح ليه اللي بعده. طيب وصايا الثلاثة عشان يا سلام. طبعا لازم نقسم المباراة، نبقى عارفين ان ريال مدريد هينزل يفرض شخصيته بشكل كبير وينزل في حماسة ولا خير. واتمنى ان النادي الاهلي في اول ربع ساعة تحديدا يبقى يعني واحدة واحدة كده، هيبقى هادي يا رب، واحدة واحدة كده ومع بعضه، علشان اللعيبة لو في اي توتر. انا مثلا يعني وده احنا بشر في الاول وفي الاخر طبعاً. على طول ده يتم امتصاصه، وده اول ربع ساعة يعني في التعامل. لو لا قدر الله دخل فينا هدف بهدوء، مش افتح يا جدع وهنرد يا جدع خالص، بهدوء برضو. والمباراة تكون مقسمة انه لو، ولازم يكون اللاعب مهيئ نفسيا ومتفقين انه لو حصل فيه هدف فاحنا هنتعامل بالشكل الفلاني. انا من وجهة نظري نفس الطريقة هي علشان المباراة تتقسم، وبعدين لما يظهر بالنسبة للمدير الفني بعض النقاط الضعف يبتدي ان هو يعمل التغيير وينزل اللاعب الفلاني علشان يبتدي ان هو يصنع الفارق. قبل اي حاجة، المباراة دي هي مباراة شخصية، وشخصية النادي الأهلي لازم تظهر في المباراة دي. وإحنا إحنا اتفقنا إنه الطبيعي إنه ريال مدريد هو اللي هيفوز، ده الطبيعي. لكن يعني لو حصل غير كده يبقى دي هتبقى مفاجأة والعالم كله هيتكلم وإلى آخره. لكن أنا لازم أكون أنا عندي يقين وأنا عارف إن أنا أقدر إن أنا أقف قدام اللعيبة دي. أنا مش رايح أخد سيلفي مع فينيسيوس، مش رايح، لا أنا رايح. وما أعتقدش إن إحنا عندنا لعيبة بس أنا بقول بشكل عام اللاعب لازم يكون مهيئ نفسيا إنه هيلعب مباراة للتاريخ قدام ريال مدريد. شوف، عايزك تشوف كده كام لاعب متواجد بشكل عام في مصر، لاعب كبير متواجد في مصر. يعني ابو تريكه ما لعبش قصاد ريال مدريد، فانت جات لك فرصه، ان انت فرصه عظيمه جدا ان انت تثبت نفسك. وانا بقول لحضرتك كمان انه في حاجات يعني مجرد ما البطوله دي تنتهي خليكم فاكرين بس هيبقى في عروض كبيره جدا لبعض اللعيبه، كبيره طبعًا بارقام طبعًا. كبيره، لانه فعلا يعني خلينا نتفق انه النادي الاهلي ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بغض النظر عن النتيجه بكره، احنا الفخر بتاعنا ان احنا وصلنا لريال مدريد، وان شاء الله نحاول. وليه لا ما نفوزش يعني؟ ده طبعا بعيدا عن الهزار ان احنا بنهزر وبتاع ونقول مش عارف ايه والله يهد والكلام ده، لكن في الاول وفي الاخر في النهايه النادي الاهلي بشخصيته يقدر ان هو يصنع الفرق. وليه ما لا، ان شاء الله تعالى ان شاء الله مفيش مشاكل يعني. ان شاء الله. طب كم هتكمل لنا حاجه في تاني في الوصايا؟ انتوا عندكم حاجه؟ لا احنا خلصنا كده الوصايا. عايزين انا عايز اخد من كلامك انه اللعيبه، احنا طبعا مش عايزين اداء مشرف، عايزين ان طبعًا احنا ان شاء الله نعمل نتيجه. واعتقد انه اللعيبه رايحه بالروح اللي انت بتتكلم طبعًا فيها دي، ودي فكره كولر. وهو قال كده يعني، هو قال انه احنا مش احنا رايحين عندنا حظوظ ان احنا نفوز على ريال مدريد. صح. فلازم ده يكون في مخيله كل لاعب. صح. احنا عايزين بقى نخش على توقعات سريعا، نبتدي من وجهه نظرك مين هيبقى رجل المباراه في يعني خلينا في كل فريق، في حاله في كل فريق هو ماشي. يعني في كل فريق من وجهه نظري لو هنتكلم، انا شايف ان حسين الشحات من الاهلي. حلو. من الاهلي. لو هنتكلم من الناحيه الثانيه طبعا فيني. طيب بتوقعاتك كده يا شيف، وانت بتتوقع حلو المفروض؟ لا يعني لا لا بجد في دي ما بتوقعش. في دي تفائل بفضلكم، في دي هطلب منك تتفائل بس. أيوة. مين هيكون اول صاحب اول هدف؟ انتوا بتطلبوا حاجات غريبه، حاجات صعبه قوي. ما تتمناه يعني؟ لا والله انا اتمناه بشكل عام، ما عنديش والله ما عندي توقع، بس اللي انا بتمناه ان شاء الله تعالى ان احنا نؤمن بحظوظنا في الفوز. مين اول صاحب اول هدف؟ رد هدف أي في المباراه. اي حد في المباراه قول اللي انت متخيل ممكن يخش بجون. يعني اعتقد ان فينيسيوس ممكن يسجل. لاعب شايف انه هيكسر التوقعات بادائه؟ كل لعيبه الاهلي، كل لعيبه والله الأهل. كل لعيبه الاهلي صدقيني انا عندي يقين ان شاء الله تعالى ان احنا نعمل ماتش كبير جدا جدا. وانا جداً. كمان ان شاء الله تعالى. طيب الشوط الاول شايف ان احنا هنهاجم ولا هندافع ولا ماتش هيبقى عامل هنبقى هادين؟ لازم التوازن. انا بصراحه مش عاجبني برضو ان احنا نلعب مباراه يعني بكون فيها ما نستمتعش بيها. انت مش كل يوم سبت بتروح تلعب ريال مدريد، لا. هو انت عشان تلعب ريال مدريد بتقعد فتره طويله، فمحتاج احنا بنتمتع
ريال مدريد لما كان متواجد هنا في القاهره في 2001 كان هيغلب الاهلي 3-0 في البدايه. لما الروح المعنويه عليت الاهلي كان هيفوز فرق سكور والناس ترجع للمباراه دي. ويمكن انا في الحلقه متكلم على الجزئيه دي. فهو جزئيه العامل النفسي دي مهمه جدا جدا. واعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله تعالى الامور تبقى ماشيه بشكل كويس يا رب. خلينا نروح لماذا لو تعادلنا 0-0 وده التوقع الاقرب ليا. يعني انا حاسه ان الماتش ده احسن سيناريو لي. اشتغلي مكاني بقى. تعالي بقى في مكاني. ان هو يخلص 0-0 وضربات جزاء. توقعاتك ايه بقى في الجزء بتاع ضربات الجزاء؟ والله بعول بشكل كبير على خبره الشناوي. يعني هو ما شاء الله عليه. طبعا هي ملاش كبير وكل ممكن الشناوي يصد خمس كور من الناحيه الثانيه ونضيع الخمس كور لا قدر الله. يعني او العكس. لا اقصد اقول انه الشناوي صراحه ان شاء الله تعالى الامور تبقى يعني كويسه في صالحنا فيما يتعلق بضربات الجزاء لو عرفنا ان احنا نقفل التقفيل المظبوط. وخلينا نقول يعني انه افضل فتره نلعب فيها ضد ريال مدريد كل صراحه يعني هي كل منطقه هي الفتره دي. التخبطات اللي حاصله دي يعني وضع طبيعي. انت لو جاي في ريال مدريد في السكواد الرائع انت بتتكلم دلوقتي في لاعب مميز جدا زي فيني مثلا. لكن انت زمان كنت بتتكلم على جارث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش كنت هتنزل تاخد علقه. لا والله مش هنايه تحاول. لكن اقصد اقول انت يعني ريال مدريد مش في افضل حالاته. وانا بقول لك انه خلال سنه بالظبط هتشوف ريال مدريد مختلف تماما لما ينضم بقى بعض الاسماء الكبيره زي اندريك. زي رد على السؤال ده قبل ما نختم. الشناوي ولا دفاع ريال مدريد حارس مرمى؟ حارس مرمى لينيون. لا طبعا الشناوي والله العظيم مش عشان بس حاجه خلاص. مش بس خلاص قلقان من ايه؟ لا عشان بس الناس بتعتقد ان انت عشان متواجد في قناه النادي الاهلي. لا خالص طبعا مزبوط. الشناوي صح. لكن انت هتيجي تقول لي تيبو كورتوا اقول لك لا في فارق. فيعني ده بكل منطق يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا. انت نورتنا كالعاده ومبسوطه ان احنا الاثنين طلعنا بنشجع أيوة. فرقه واحده أيوة. نتيجه الماتش توقعك ارقام؟ لا انا معاك. انا برشلونه ولا برشلونة. لا برشلونه هايل. نتيجه الماتش اخيرا قبل ما اختم لازم نتوقع. قول يا جماعه صعب مش هعرف والله ما هعرف. انا بقول 0-0 ضربات جزاء وان شاء الله ربنا هيكرمنا بضربات الجزاء. انا بقول كده برضو. بقول احنا هنكسب معانا وبتكسب مسلمة جدا. لا اصلا انا توقعاتي صح انت مش عارف. انا توقعاتي مظبوطه يعني اميره شايفه ان احنا هنكسب. هنكسب ان شاء الله. هنكسب باذن الله. شريف صعب والله. مش والله ما عندي مهمه. شريف لازم تقول توقع. والله ما عندي تخيل. انا حقيقي انا ما عنديش تخيل المباراه. بس هي مباراه صعبه. انا كل طموحي ان شاء الله تعالى مش مساله اداء مشرف بس ان احس ان فريقي فعلا نازل الملعب بياكل النجيله زي ما بيقولوا. بس لازم هياكل النجيله وهيكسب ان شاء الله. يا رب يا رب. انت نورتنا كالعاده وان شاء الله تنورنا ونحتفل باذن الله بنتيجه المباراه. وانا بقى مبسوط جدا والله انا موجود معاكم فعلا. احنا كمان بنشكرك على المعلومات والتحليل اللي قدمته لنا. وان شاء الله يا رب يا رب ربنا يكملها ونفرح بكره باذن الله. خلصت فقرتنا. نطلع دلوقتي لفاصل ونرجع مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه. وصلنا معاكم لاخر فقرات حلقتنا وهي استشاره طبيه. استشارتنا الطبيه النهارده هنتكلم فيها عن الام المفاصل. يمكن كان دايما متعارف ان سبب من اسباب تقدم العمر وكبر السن هي الاصابه بامراض المفاصل والعظام واللي من اشهرها خشونه مفصل الركبه. لكن للاسف دلوقتي بقينا نشوف شباب كتير في سن صغير بيعانوا من اعراضها زي وجود الم شديد وهم طالعين السلم او يسمعوا صوت طرقعه في المفاصل وهم بيصلوا. وبالتالي كمان ده بيأثر على كل مهامهم اليوميه. عشان كده هنعرف اكتر عن اسباب خشونه الركبه وطرق الوقايه منها مع ضيفنا اللي منورنا دايما الدكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركه باكس فارما. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اولا انا سعيد بوجودي معاكم في الحلقه الثالثه في برنامج الحريفه. اهلا بك. وان شاء الله نقدم حاجه للساده المشاهدين تكون افاده ليهم ان شاء الله باذن الله. عايز اعرف من حضرتك بس بدايه كده ايه اسباب ظهور امراض المفاصل وخشونه الركب لصغار السن كمان؟ بس هو المفروض ان انا اضيف وانت المسؤولين انت اللي بتساله. أيوة. بس انا ممكن انا اسالكم سؤال بسرعه عكسيه. طبعا اتفضل. تفتكروا الحلقه بتاعه المره اللي فاتت يوم الثلاثاء احنا ختمناها بايه؟ ده صعب قوي ذاكره السمك. احنا الاثنين اصلا كتبناها بان انا كان الاربع الاهلي كان هيلعب اوكلاند. أيوة. سيتي. يا دكتور وتمنينا ان شاء الله ان الاهلي يكسب يوم الاربع اوكلاند. أيوة. سيتي. ويوم الاحد يكسب الفريق الامريكي. مزبوط. ونتمنى بقى النهارده ان شاء الله بكره تحصل المعجزه ونكسب ريال مدريد. وانا متفائل خير وعندي اسباب للتفاؤل ده نقولها في اخر الحلقه ما شاء الله. وانا كمان متفائل. الحاجه الثانيه عندي خبر حصر ليكم. الاخبار اللي جالي من المغرب ان الكابتن محمود الخطيب بصحه كويسه تمام التمام. الحمد لله رب العالمين. بس حضرتك المقدمه بتاعت حضرتك اثرت فيها كذا نقطه. اثرت فيها كلمه مفاصل واثرت فيها الشباب.
واثرت فيها الخشونه بتاعه الربع. تمام، خلينا الاول نعرف يعني ايه مفصل عشان ده هيودينا لحته خشونه الربع. المفصل هو التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف، ده بيسموه مفصل. بحيك قلت خشونه الركبه، يعني مثلا المفصل بتاع الركبه هو التقاء العظمه بتاعه الفخذ بعظمه الساق. فده ادى للمفصل. تمام، المفصل ده العظمتين دول بيرتبطوا ببعض عن طريق اربطه وبينهم غضاريف، وبين الغضاريف في سائل، والسائل ده مهم جدا. الغضاريف فايدتها ايه؟ الغضاريف دي بتعمل زي مخدات بتمنع احتكاك العظم ببعضه، بس الغضاريف دي بينها سائل برضه. صوت التقطاع اللي حضرتك قلتيه ده هو ده مؤشر ان السائل ده ابتدى يقل. فمعنى ذلك السائل ده لما يبتدي يقل الركب ايه اللي هيحصل؟ الغضاريف هتبتدي تاكل في بعض. مظبوط، وده يؤدي لخشونه الركبه، ومشكله خشونه الركبه هي مقدمه لتغيير المفصل. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك اثرتي قصه الشباب او السن الصغير. دي حقيقه. انا دايما بقول ان كل ما التطور بيزيد والكسل بيزيد كل ما الامراض بتزيد. حقيقة. يعني مثلا على سبيل المثال احنا زمان لما كنا نحاول التلفزيون كان ايه اللي بيحصل؟ بنقوم نحوله. دلوقتي احنا ماسكين الريموت عاملين نحاول. مظبوط، تقدمنا بقينا ماسكين الموبايل وقاعدين عليه فترات طويله. اكتر حاجه بتاثر في العظم وفي المفاصل هو انك تقعد فتره طويله بدون حركه. لانك لما بتقعد فتره طويله بدون حركه العضله ما بتشتغلش، والعضله على فكره هي اللي بتحمي العظم والمفصل. دي رقم واحد. رقم اتنين، كميه الدم اللي بتدفق للمفصل بتقل، فده يؤدي الى مشكله عندي في المفصل. حلو قوي. احنا كده اثرنا المشكله. وعلى فكره طبعا ومعظم اولادنا والشباب دلوقتي بيقعد فترات طويله على الموبايل، بيقعد فترات طويله على اللابتوب، بيقعد فترات طويله على الكمبيوتر، فده يؤدي يقول لك انا عندي مشكله في كتفي، عندي مشكله في رقبتي، عندي مشكله في رجلي. عشان كده اصبح الموضوع ده منتشر ما بين الناس الصغيره في السن. وعلى فكره الجانب الوراثي ليه دور فيه، يعني من 40 ل 60% في وراثه، في الناس اللي هي عندها التاريخ العائلي بتاعها فيه مشكله في مشكله المفاصل بتتوارث. Yeah. احنا دلوقتي اثرنا المشكله، عايزين نبقى نحل. بالظبط. ايه بقى ولما نيجي نحل؟ ودايما نحل حل وقائي وليس علاجي. انا مش عايز اوصل لمرحله ان انا يبقى عندي مشكله في المفصل. عشان كده بنلجا للمكملات الغذائيه، والمكملات الغذائيه دايما انا بقول ان هي حاجه وقائيه، وفي بعض الاحيان بتبقى حاجه علاجيه. عشان كده الكورس بتاع النهارده اللي بنتكلم فيه في صحه المفاصل والعظم هو كورس العظام بتاعت شركه بيكس فارم. اول حاجه في هذا الكورس زي ما دايما بقول ان انت لما بتيجي تبني عماره لازم الاساس بتاعها يبقى كويس. الاساس بتاع العظم بتاعنا هو فيتامين د، لان فيتامين د هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. يبقى انا لو عندي نقص في فيتامين د يبقى بالتاكيد هيبقى عندي مشكله في ترسيب الكالسيوم في العظم. طبعا، والكالسيوم هو المكون الاساسي للعظم. برافو عليكي. الكالسيوم هو الاساس في تكوين العظم. الفسفور هو المسؤول عن قوه العظم، ولما الكالسيوم هو المسؤول عن تكوين العظم. عشان كده تلاقي ان الست الحامل دايما بتشتكي من الام في العظم، لان الجنين في الشهر الرابع بياخد المصدر الاساسي للكالسيوم بتاعه من الام. وهي عندها مشكله في الكالسيوم فيتامين دي، فبيظهر عندها مشاكل في العظم او في السنين. فاحنا اول حاجه حليناها في الكورس بتاعنا عن طريق المكمل الغذائي الاول بتاعنا اللي هو الفيتا بيكس، اللي هو فيه تركيز 2000 وحده دوليه من فيتامين د. ولو تفتكروا من حوالي 6-7 سنين لما الدوله ابتدت تعمل اويرنس وتوعيه لفيتامين د، اكتشفوا 90-95% من الشعب المصري عندهم مشكله في فيتامين د. لان برضو من ضمن الرفاهيه التكييفات اللي احنا قاعدين فيها، وتلاقي ان معظم الناس اللي بتشتكي من تغيرات في التكييف يقول لك انا عظمي بيوجعني. هو الكالسيوم عنده في مشكله ان فيتامين د قل عنده، لان فيتامين د معروف ان هو بيسموه اللي هو فيتامين الشمس. الشمس هي المسؤول عن تحريره في الجسم. يبقى انا ده حليت لك اول مشكله، وهي مشكله فيتامين د، وهو موجود عندنا على الشاشه اهو. الفيتا بيكس تركيز 2000 وحده دوليه، بناخد قرص بعد الفطار. طيب احنا اتفقنا ان اساس العظم هو الكالسيوم. والكالسيوم زمان كانوا يقولوا لنا في الاغاني ايه واحنا صغيرين؟ لازم تشرب اللبن. لان اللبن بيمثل 90% من مصادره للكالسيوم. تمام، ولازم عظمك يتكون بصفه كويسه. هو مش اللبن، مش ان انا اخد لبن بس، المفروض اخد 3 وحدات منه في اليوم، يعني اخد 3 كوبايات، لان هم برضو علمونا ان المفروض ان الجسم ياخد في اليوم 1200 ملي جرام من الكالسيوم، وده ما بيحصلش. سواء كان كوبايتين يعني لبن، كم كوبايه لبن؟ 3 كوبايات لبن، ده او 3 كوبايات زبادي في اليوم. في اليوم ده المفروض. طبعا ده ما بيحصلش. عشان كده هتلاقي ان مشكله هشاشه العظام
كان زمان 45 لا اصبحت دلوقتي 40 وممكن تلاقي 30 لا ده دلوقتي 20 وممكن 20 كمان. برافو عليك. فاحنا ايه بقى حلينا هذه المشكله ان انا اديتك المكمل الغذائي الثاني بتاعنا اللي هو السي دي سي داكس اللي هو فيه تركيز 1350 ملي جرام من الكالسيوم. اوكي هو بس مش كالسيوم بس هو الكالسيوم سترين لان كان عندنا مشكله في الكالسيوم اللي الناس بتاخده ان هو معدته تقرص. على فكره معدته تقرص زي انتوا اللي قلتوه قبل كده دي حقيقه. لما حد بياخد الكالسيوم معدته تقرص. تقرص ليه؟ لان هو محطوط في صوره الكالسيوم كربونات. في امريكا والاوروبيان الكالسيوم محطوط في كلسيوم في صوره الكالسيوم سيترات، لا هو بيأثر ولا بيتأثر بالمعده. وعشان كده برضو انا بديهولك كمان بعد الغداء يعني بأمنك تمام من ناحيه الجهاز الهضمي. يبقى انا دلوقتي حليت لك المشكله الثانيه، مشكله الايه؟ مشكله الكالسيوم. ان انا اديته لك في صوره سي زي داكس زي موجود على الشاشه. أوكي. اللي هو موجود في صوره الكالسيوم سيترات. حضرتك اثرتي خشونه الركبه. صح كده؟ مظبوط. خلينا بس نقول ان يعني برضو انا اعرف ازاي ان انا عندي وارد يبقى عندي خشونه ركبه. في بعض الاعراض كده لما تحصل لي يبقى خلي بالك ان عندي وارد يبقى عندك خشونه ركبه، بتلجا للطبيب بتاعك. أوكي. اول حاجه فيها صوره الطقطقه، لان الطقطقه ده مؤشر ان السائل ده ابتدى يقل. في صوره الم في المفصل نفسه، ساعات بيحصل تورم في المفصل نفسه. ساعات بيحصل احمرار في المفصل نفسه، ساعات بيحصل تيبس في المفصل نفسه، ساعات بيحصل مشاكل في العضلات اللي بتحط ارتشاح كمان او دي دي مرحله تاني. الارتشاح ده نتيجه برضو السائل ده ابتدى يقل. تمام. فاذا انا لازم احللك هذه كل المشاكل بكورس وقائي او علاجي. اوكي. ما دام وقائي يبقى المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. وعلى فكره الجوينت بيكس انا بعتبره اضافه في عالم المكملات الغذائيه في مصر، لان موضوع المفاصل زي ما حضرتك اثرته في المقدمه بقى منتشر جدا. الجوينت بيكس ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. عباره عن كلوكوزامين، كلوكوزامين تركيز 500 ملي جرام، وعباره عن كوندروتون والهيرونيك اسيد. الثلاثه دول المفروض الجسم بينتجهم. بس مع الاسف الشديد مع العادات الغذائيه الخاطئه ومع الحركات الخاطئه زي ما حضرتك قلت طلوع السلم، على فكره طلوع السلم ده برده من اكبر الحاجات اللي بتؤدي لخشونه الركبه. طب ايه ما نطلعش سلم؟ لا نطلع. هو بص حضرتك هو طلوع السلم، بس انا الشوز اللي لابسه في رجليا نوعه ايه؟ اطلع السلم. بس هو المشكله في الشوز اللي لابسه يعني مثلا ده في الجيم جهاز السلم ده الستيب. على فكره حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. إيه؟ على فكره انت عارفه ان من ضمن اسباب زياده خشونه الركبه هو ان احنا بنلعب رياضه بدون تحت اشراف مدرب متخصص. هتلاقي معظم الناس اللي بتمشي على التريد ميل يقول لك انا عندي مشكله في ركبتي، لان هيقول له بالتاكيد لازم تلبس كوتش رياضي متخصص. دي حقيقه. لانك لو يعني هو مثلا في بعض الجيمات الكبيره على فكره تمنع انك تلبس لازم الكوتش، يبقى ما ينفعش. تمام. فبقت الرياضه هنا سلاح ذو حدين. لو انا مستعد للرياضه صح هاخد منها الحاجات الكويسه، لو انا مش مستعد لها صح يعني مش لابس كوتش مثلا رياضي صح، ايه اللي يحصل؟ هيبقى عندي مشكله في الركب. يعني التريدميل بيعمل خشونه. سيبنا التريدميل. طب السلم ده بصي اي حاجه، بص حضرتك اي حاجه في الجيم لازم يبقى حد متخصص جنبك. اوكي تمام. والمتخصص ده فاهم، هيقول لك لا لازم الكوتش تجيبي كوتش اوريجينال بلاش الجينيريك. حتى طبعاً. الزوايا بتاعت الرجلين الويت ليفتنج المفروض يبقى زاويه ركبتك بشكل معين. الله ينور حضرتك. متخصص عليك. وده برضو خلي بال حضرتك برضو يقول لك ليه بقت الموضوع ده منتشر في الناس صغيره السن، كلهم بيروح جيم بس هو بيروح جيم ما فيش حد متخصص بيراقب القصه معاه. وهو كمان ما بياخدش الغذاء بتاعه من صغره، فهتلاقي يعني مثلا الاسماك على فكره مصدر اساسي للجلوكوزامين واللي احنا هنقول عليه في الجوينت بيكس دلوقتي. فكل ده بيؤدي انك تلاقي ان الموضوع ده بقى اصبح منتشر في الناس صغيره الناس اللي هي مش كبيره في السن. نرجع تاني للجوينت بيكس. الجوينت بيكس عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. قلنا عباره عن جلوكوزامين والكوندروتون وهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد ده اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف اللي بتمنع تاج الغضاريف ببعضها. عندنا كلوكوزامين والكوندروتون دول هم اللي مسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف. تمام. الجسم اوريدي بينتج هذه المواد. يعني لو خدنا حاجه على سبيل المثال الكلوكوزامين، احتياجات الجسم في اليوم 1500 ملي جرام. طبعا الجسم اصبح لا ينتج ذلك، فاصبح عندك النهارده اي حركه مش محسوبه هيبقى عندك مشكله في الاربطه والغضاريف. أوكي. احنا بقى عملنا وده الفيديو اللي عندنا ده بيوضح لك ازاي احنا بنوصل لمرحله خشونه الركبه. عندك التهاب في الاوتار، عندك مشكله في العظم، فاللي بيحصل فهتلاقي حضرتك ان الغضاريف اللي ما بين السائل اولا بيقل اللي ما بين الغضاريف ده في الفيديو اللي هيجي بقى في المرحله الثانيه. السائل بيقل، السائل لما بيقل بتبتدي الغضاريف تاكل في بعضيها بالظبط كده زي اللي بيحصل ده. الغضاريف لما تيجي تاكل في بعضيها يبتدي العظم يحك ببعضه ونخش في مرحله خشونه الركبه، ودي المقدمه لتغيير المفصل.
على فكره انا بتفاجئ ان في شباب 35 سنه و40 سنه بتلجا لتغيير المفصل لان هو عاداته الغذائيه والرياضيه خاطئه. تمام. فاحنا النهارده بص حضرتك شفا هي دي خشونه الركبه اللي بتؤدي في الاخر لتغيير المفصل. طبعا تغيير المفصل عمليه مكلفه جدا وفي الغالب المريض ما بيرجعش زي الاول. نرجع تاني للجوينت بيكس، هو عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. اتفقنا عباره عن كلوكوزامين والكوندروتون، دول اللي مسؤولين عن بناء الاربطه والغضاريف. يبقى اول حاجه الجوينت بيكس بيعملها اللي هي بناء الاربطه والغضاريف. تمام. نيجي للحاجه الثانيه او الحاجه الثالثه اللي موجوده فيه الهيالوريك اسيد. الهيالوريك اسيد ده اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف، يبقى ده عشان يسهل من سهوله الحركه. صوت الطقطقه اللي قلت عليها في الاول في المقدمه. طيب عباره عن في كمان مستخلص البرومالين، هو مستخلص الاناناس، الفاكهه بتاعت الاناناس ده. الاناناس ده المستخلص بتاعها بيعمل ايه؟ مضاد للتورم، لان احنا قلنا في الاول ان من ساعات من ضمن اعراض مشكله المفصل تلاقي فيه تورم. يبقى مستخلص البرومالين او مستخلص الاناناس هنا بيشتغل كحاجه مضاد للتورم. اخر حاجه موجوده فيه اللي هو الزنجبيل او مستخلص الجينجر، اللي هو هنا بيشتغل كمسكن للالام وبيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. أوكي. الناس اللي قاعده في التكييف كتير، المفصل فيه ساقعه، فكميه الدم بتقل، فيبتدي يقول لك انا عظمي بيوجعني والمفاصل بتاعتي بتوجعني. عشان كده المفروض كل الناس اللي في الاستوديو هنا ياخدوا الجوينت بيكس. فوقنا التكييف وحطوا التكييف شويه. دي حقيقه حقيقه، حتى تلاحظ ان تقول لك انا عظمي بيوجعني. دي حقيقه. لما التكييف بيزيد العظم لان الجسم درجه حرارته بتقل، فكميه الدم اللي بتدفق بتروح للايه؟ للرئه والكبد والكلى وتسيب العظم، فيبتدي العظم يحصل له المشكله اللي احنا بنقول عليها. الجوينت بيكس في نطاق حديثنا قلنا ايه؟ قلنا في ناس بتشتكي من اعراض وناس مش بتشتكي من الاعراض. ناس مش بتشتكي من الاعراض، يعني انا بديهوله وقائي. وقائي يعني ايه؟ يعني انا بديله قرص واحد بعد العشاء من الجوينت بيكس. طب لو ابتديت تشتكي من الاعراض زي ما حضرتك قلت في المقدمه، يبقى هنا بياخد قرصين من الجوينت بيكس. وقرصين ليه؟ لان احنا قلنا تركيز الكلوكوزامين 500 ملي جرام والجسم المفروض ينتج 1500. أوكي. فانا بدي قرصين يعني بدي 1000. يبقى هنا بديهوله كعلاجي. حلو قوي. تمام. احنا الكورس لسه عندنا فيه ايه تاني المفروض فيه؟ الالبا مالتي فيت. هو بص حضرتك الالبا مالتي فيت ده هو كورس لوحده بالظبط، ده عايزينك تكلمنا عليه باستفاضه برضه. حلو دكتور. بص حضرتك زمان، مش من زمان قوي يعني، لما كنت تروح للدكتور وتقول له انا بشتكي من نزله برد، يروح مديك فيتامين سي وفوار لوحده. طيب لما الستات بتشتكي مثلا عندها مشكله في الشعر، تروح مديها الزنك لوحده. مظبوط. الناس بتوع السكر اللي عندهم مشكله في الاعصاب يروح كاتب له فيتامين بي لوحده. تمام. الناس اللي عندها مشكله في الغده الدرقيه يروح كاتب له النحاس لوحده. حلو. الستات الحوامل او اللي عندهم نقص في فيتامين في الهيموجلوبين يروح كاتب له الفوليك اسيد لوحده. مظبوط. الناس اللي بيبقى عندها مشكله في العظم يروح كاتب له الكالسيوم لوحده. كل اللي انا قلته ده متجمع في قرص واحد اللي هو قرص القلب مالتي فيت. يعني تخيلي ده اصبح كورس من الفيتامينات. قرص واحد عباره عن كورس من الفيتامينات، لان هو فيه 13 فيتامينات ومعادن من الاحتياجات اللي الجسم بيحتاجها. او الفيتامينات المهمه اللي الجسم بيحتاجها. هو ما فيهوش فيتامين د، فاحنا ادينا مع الكورس فيتامين د. اوكي. احنا ده بناخده سواء عندنا مشكله في المفاصل او ما عندناش. ده قلب مالتي فيت ده مقوي عام. على فكره مقوي عام، عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، الناس اللي بتخس بيحصل عندها نقص في الفيتامينات والمعادن، لما بيحصل نقص في الفيتامينات والمعادن الحرق عندها بيقل. فانا بدي عشان كده الناس اللي بتخس بينصح انهم يستخدموا القلب مالتي فيت عشان ده يزود من معدلات الحرق عندهم. اوكي. تمام. بيتاخد قرص بعد الفطار مع قرص الفيتامين اللي هو الفيتابيكس. يبقى هنا احنا بندي مجموعه متكامله من الفيتامينات والمعادن في قرص واحد اسمه القرص القلب مالتي فيت، وفيها النسب المطلوبه اللي الجسم فعلا محتاجها. يعني ساعات برضو الدكتور يقول لك ايه؟ لا يعني اصل ده مش لوحده، مش لازم تاخد كل حاجه لوحدها عشان تضمن. حاجه النسبة. على سبيل المثال الفيتامين سي اللي فيه 500 ملي جرام على فكره، ده اللي كان موجود زمان في الفوار. اللي مثلا فيتامين بي 12.6، ده الاحتياجات الجسم، يعني التركيزات اللي موجوده فيه هو اللي الجسم بيحتاج. الزنك فيه 23.9، هو الجسم بيحتاج 23.9. هو بص، هو ده حاجه كده متكامله. حلو. يعني انت بدل ما تجيب اربع خمس ست علب من الفيتامينات، انا هحط لك قرص واحد. حلو قوي. دكتور، اغلب الناس لما بنقول بس قدامهم مكملات غذائيه يقول لك لا انا مش هقدر ادفع كل الفلوس دي، وطب احاول اشوف مش عارف ايه. هل الكوست بتاعنا بيتحط في كاتيجوري انه سعره؟ بص انا هقول لك على مفاجاه حصلت معايا انا. انا لما ابتديت اشتغل على الكورس ده انا ما كنتش عارف سعره. اوكي. تمام. فتسالت سؤال، هو سعره كام؟ فاتصلت بالشركه. انا لما عرفت سعره انا اتفاجئت. سعره مور اكونوميك.
يناسب جميع افراد الاسره. تمام؟ وخاصه لما تقارن سعره بحاجتين، بسعره المستورد اللي شبيهه بالظبط، الحاجه الثانيه هو بيمنع عنك حاجات تكلفتها عاليه. يعني انا لما بديك الجوينت بيكس يبقى انا ممنعك انك تغير مفصل، طبعا ممنعك انك تعمل اشعه اصلا من الاول، واشعه والكلام ده كله. فهو كسعره هو مور اوكونوميك، يعني يناسب جميع افراد الاسره، وبيمنعني من حاجات ثانيه ممكن ادفع فيها مصاريف كتير. طيب عايزين نعرف برضه يا دكتور طرق التواصل، ازاي الناس تقدر تتواصل وتحصل على الكورس؟ بص حضرتك، هو في موجود على الشاشه الارقام التليفونات اللي احنا نتواصل بيها مع الساده مع الشركه، وكمان اللي الناس اللي بترد ده فريق طب متخصص، لان هو بيسالك بعض الاسئله وبيعمل لك فايل عشان في الاخر يحدد لك الجرعه اللي تناسبك، وبعد كده بيبقى معاك في فولو اب. يعني احنا بالظبط كده كان احنا نقلنا لك عياده الفريق الطبي ووضعناه لك في عندك في وعلى فكره الكورس ده موجود في بعض المستشفيات الكبرى في القاهره والجيزه واسكندريه، وده دلاله على التراست او الثقه طبعا في الكورس. طبعا مصرح طبعا من وزاره الصحه طبعا والكلام ده طبعا. انتوا الكورس ده هل بيختلف من شخص للتاني؟ يعني لو انا خدته غير لو اميره خدته تاثيره علينا بيبقى مختلف؟ حسب حضرتك، حسب الاعراض اللي انت بتقوليها. لان انت ممكن حضرتك انت تاخديك علاجي، استاذ اميره تاخده كوقائي، ممكن انت تبقى محتاجه ما تاخديش كالسيوم. وخلي بالك برضه ساعات بيطلب منك بعض التحاليل اللي هو الفريق الطبي بيطلبها منك. اوكي. يعني عشان في الاخر نحدد انت إحنا محتاج جرعه ايه اللي انا هديها لك. طيب. وانا بس عايز اقول حاجه، بدل احنا اتكلمنا عن الكورس، معلش اكيد ازاي تاخد الكورس، لان انا اتكلمت عن اربع ممكن نتكلم عن الجرعات. بص حضرتك، القلب مالتي فيت وفيتامين د باخدهم بعد الفطار. دايما الفيتامين، يبقى القلب مالتي فيت والفيتابيكس باخدهم بعد الفطار. قرص واحد. اوكي. سيدي زيت بيكس اللي هو الكالسيوم باخده بعد الغداء عشان أأمنك تمام من مشاكل المعدة، يبقى المعدة فيها أكل فما تتعبناش. برغم أن هو حتى لو تاخد على مدى فضل أن هو عبارة عن كالسيوم ساترات. الجوينت بيكس بيتاخد قرص بعد العشاء لو أنا هديهولك كوقائي، لو هديهولك كعلاجي بياخد قرصين من الجوينت بيكس بعد العشاء. ما ملوش دايما الفيتامينز والمكملات الغذائيه ما نحبش ناخدها بالليل، يعني بيبقى فيها حاجات ممكن تفوقنا تسهرنا تعمل لنا أرق. انا مبسوط من حاجه. اتفضل. مبسوط ان الثقافه بقت موجوده عندكم وبتعيط موجوده عند كل الناس على فكره. هيك اثرت نقطه في منتهى الاهميه. احنا ليه بنقول الفيتامينات تاخده الصبح؟ لان لو تاخدت بالليل هتديك طاقه ممكن تسهرك. بالظبط كده. فانا بديها لك الصبح بعد الفطار عشان خلي بالك كمان، عشان انت محتاج انك تشتغل وتنزل تمارس حياتك العاديه. فبيتاخد بعد الفطار زي ما قلت القلب المنتج. تمام جدا. طيب اخر حاجه بس عايز اسال حضرتك، اصحاب الامراض المزمنه، الناس كبار السن بيبقى عندهم ضغط سكر، هل في اي قلق من المكمل؟ بنتكلم على مكمل غذائي من مصادر طبيعيه، فمفيش اي مشكله خالص. انا بطمنك تمام، كلها حاجات طبيعيه. كلها حاجات طبيعيه ومفيش. وخلي بالك هو الامراض المزمنه، الامراض المزمنه هو في الغالب بيشتكوا من الام المفاصل والعظم. يعني مثلا هقول لحضرتك على احصائيه كده، وجدوا ان 45% من على مستوى العالم بيشتكوا من الام المفاصل. وجدوا كمان، احنا خلصنا خلاص؟ لا اتفضل حضرتك كمل كلامك وبعدين. صحيح اثرت نقطه الكبار السن دي واصحاب الامراض المزمنه، انا بديك ارقام دلوقتي. حضرتك هتلاقي من 2 اللي 19% دول اللي فوق ال 40 من السن 40 سنه بيشتكوا من الام المفاصل. من فوق 45 سنه ل 65 سنه وصلت النسبه ل 35%، فوق ال 65 النسبه بتوصل ل 50-60%. فهو الجروب الاكبر اللي بيعاني من مشاكل المفاصل هو موجود كبار السن. بالظبط. عشان كده انا بفضل ندوم مكمل غذائي. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، نورتنا واستفدنا منك، وان شاء الله يكون كل مشاهدينا استفادوا من الدكتور ويحافظوا برضو على صحتهم. عايز اقول حاجه اخير، اتفضل. اتمنى ان شاء الله تعالى بكره نعمل المعجزه ونحتفل الاسبوع الجاي باذن الله بالمعجزه ان شاء بإذن الله. باذن الله. انا تفائلت بوجود حضرتك ان شاء الله. استنونا بكره ان شاء الله مشاهدينا في حلقه قويه جدا فيها فقرات ان شاء الله هتعجبكم. باي باي.